هذا 7 7 هذا صح؟ 7 7 شنو؟ 7 عادي غلط 7 دايت 7 دايت غلط قول والله والله 7 دايت نظف بيك القاع مو انت وصلت مسح انت وصلت مسح عبود انا مو شايب بكل صراحة حد يجي مكاني عديني لسه بنشاتهم بعملي وقبش يعدهم يذكروا جبيني صرت بقلب بنشات وبتناقض عامل حد يجي جاريني السلام عليكم شباب شلونكم شلون صحواتكم ومكم حياتكم دنيتكم اهلا وسهلا بكم حلقة جديدة من قناة يوميات واحد عراقي ليش تضحك؟ اليوم التحدي هو عبارة عن تحدي تذوق الشيبس والمشروبات الغازية راح اعطيه عدة انواع من الاشباس او من المشروبات الغازية واقول له هذا يا مشروب او يا شيبس هو لازم يعرف واذا ما عرف طلع لهم ارفعها حبيبة قلبكم اذا ما عرف يسحب عقاب شباب هسه احنا عندنا مثل ما تشوفون جوا اسحب الاشباس خليه جوا خليه جوا شباب باعوا مثل ما تشوفون عندنا هنا بطل ميرندا وقوطية ميرندا لازم يعرف بطل لو قوطية هنا عندنا ميرندا تفاح وعندنا فانتا تفاح لازم يعرف وهاي فانتا تفاح بس احمر عندنا فانتا تفاح يشبه طعم الشاني هذا اللي بصفه وعندنا كوكا كولا وياها بيبسي كولا بيبسي بغداد يعني اثنينات لازم يعرف شنو هي شنو طعامهن وشنو القوطية اللي يشربها عندنا 7 عادي و 7 دايت لازم يعرف شنو السفن العادي وشنو السفن الدايت وعندنا قوطية تايجر الصغيرة وعندنا قوطية تايجر الكبيرة لازم يعرف الصغيرة والكبيرة وعندنا ترابي زبيب وزبيب وعندنا سينالكو بس لازم اشد عيونك انا هسه واعطيك مشروب انا خسران بالتحدي بس خل ابوك بس اوقف هسه خليك تضوق طبعا بالبداية خل نفتحهن حتى لا تعرف طقة البطل من طقة القوطية شباب هسه راح اشد عيونه واعطيه مشروب ولازم يعرف شنو هو هو لازم تتاكد انه انت ما تشوف مو تكذب هسه شنو هو شباب راح اعطيه فد مشروب اني من عندي تمام لك ابي شراشيف هذا يلا اشرب شنو؟ شنو؟ تفاح تفاح شنو؟ عندك 2 ايه شنو تفاح؟ تفاح اكو تفاح نوعي 2 3 اكو تفاح اكو 3 فانتا وفانتا وفانتا ايه شو تريد؟ يلا ايش تختار؟ تفاح احمر تفاح احمر يعني شنو؟ فانتا الحمراء غلط فانتا الخضراء نعرف التفاح والله اسحب هاي الناس شلون تشتري هذا؟ يلا اشرب 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 اسحب يلا اللهم لا لا نسألك رد القضاء لكن نسألك اللطف فيه فيه تتعارك تتعارك ويا ذبان وجهك بس المشكلة شنو هو يقول لي باكر عقبه فد يومه يقول لي ما عندي ما يخالف اذا اقدر انا هسه تضايج من قال لك ما عندي لو لان شنو ما قال ما عندي بعد ايش قال بس يقول لي ما عندي هو ايش قال لك هو قال لك ما عندي يقول لي ما عندي بس يقول لي ما عندي هو يقول لك ما عندي لا يقول لي ما عندي هو قال لك ما عندي يقول لي باكر عقبه ايه يكذب علي انت سوايش ده يكذب ولا يقول لك ما عندي لا خليه يقول لي ما عندي ما يخالف والله بس هو يعني هو قال لك ما عندي يعني عادي عنده لو تطفش منه ما عندي هو خليه يقول لي ما عندي والله ما ابوك بس خليه يقول ما عندي هو قال لك ما عندي لا يقول لي باكر ادري يعني هو قال لك ما عندي لو شنو ما قال ما عندي يقول لي على باكر على عقبه يكذب علي يعني سوى لين يقول لك ما عندي لو لين يقول ما قال لي ما عندي قال لي باكر عقبه اطيب يعني سوى عنده لو ما عنده ما ادري عنده لو ما عنده بس خليه يقول لي ما عندي ما بس هو هو قال لك ما عندي وضجت لو شنو انت لك بابا ما قال ما عندي ما ايش قال؟ ما قال يقول لي باكر عقبه يعني انت ضايج من لين قال باكر عقبه لو لين قال ما عندي باكر عقبه يكذب والله العظيم ماريد بس خليه يقول لي ما عندي ما يخالف بس مو باكر عقبه فد يومين يوم فدك بابا اني هاي السالفه ما احبها يكذب علي شطيك اوكي راح يتقلص انا ويصير سهلات ليش ذا اقول لك جيب تبوسي اوكي اي شنو صوت بطل لا صوتتك لا وات منك هاي
هذا الصوت مو قوي. اوكي. وما ادري اشوف الله عليك. بس خلنا اتلمس لون. وما ادري اشوف الله عليك. لا والله ما ادري اشوفه. شرفك. اتلمس اللون مهتم. يلا. اقول لك قلاص انطيتني؟ اعطيتك قلاص يلا يلا. قلاصي؟ قلاصك قاعد قلاصي؟ يلا. ها وقف. شنو وقف ما تعرفه؟ كل واحد ما شاربه. ميراندا. ميراندا. شو تحكي؟ اكتسمان؟ شو تحكي؟ غلط. بيبسي. بيبسي. اكتسمان. اكتسمان. يمكن لين اللي خبط التفاح وياه صار ايش. اي والله يمكن. صار عليك. غلط حبيبي كولا. اذا هسه خسر بالتحدي. يعني انت غباك زرباب. لك والله انت زرباب. هو ليه سهل والله ليه سهل. يلا يلا اسحب 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 اسحب. خبط ويا التفاح. اسحب اسحب. هواي اللي اعرفها والله يا اللي اعرفها قاعد شيل ايش بتضرب خليها تنجلد. ينجلد. هنعيد الفيلم من نبي عيسى. تايجر هواي تشربه. انا ما اشرب تايجر ما احبه. شنو ما تعطينا مجال؟ هاي مو صوت قوطيه. شنو الريحه هاي؟ زرباب؟ ريحه هذا شنو؟ علاوي تعبنا. شاني؟ 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 والله شاني والله شاني. شباب وهسه اجى دوري. المرة راح اعطيه تشيبس. انا بطل عام تشيبس. طبعا هذني تشيبسين مثل ما تشوفوهن اثنيناتهن العفو بالمقلوبي. هذني تشيبسين مثل ما تشوفون اثنيناتهن نفس الطعم. اوكي فلازم يعرف هو اكيد راح يعرف هذا بيا طعم بس ما يعرف شنو نوع التشيبس. ثاني عجبك. باكر. ها؟ شنو هو؟ بيها طعم. بيها طعم. بيها طعم. غيرته. ها؟ غيرته. لا والله. شو سوي وياته هذا؟ يا جبن. ويا جبن شنو؟ يا غلط مو جبن. غلط. جبن كتشب. غلط. كتشب ولا جبن؟ كتشب والله. كتشب. يا جبن. كتشب. احنا جبنا باتا بالكتشب. سوري لا اوقف كتشب باتو. باتو كتشب. غلط. افتح عينك. هذا ما له كتشب. على افتحت هذا انت تعال ما مفتوح هذا ايش بيك يعني انت والله قلت لك انت ليز رباب يعني ترى هذا ليز. اقول لك هو ليز لو ليز تلحن لي اغنيه. تلحن لي اغنيه. انت تلحن لي اغنيه. انا اعطيك شعر وانت لا انت تعطيني شعر وانا لحنه. ومن المعاقبه انا لو انت انا اعطيك شعر وانت تلحن لي اغنيه. اردت افرع عليك بدي اعطيك شعر ببالي. طلع له تلحن لي اغنيه. عيني عبد الله الزين. عيني عبد الله البدر. كيفك؟ اكو اغنيه اريدك تلحن لي اياها. خادم. هاي مال نور الزين؟ مال خادم؟ ولك تامر امر خادم. عندي اغنيه اريدك تلحن لي اياها. شكو جايب هذاني؟ اوكي.
شفت الدنيا هواي صغيرة. شفت الدنيا هواي صغيرة. حسبالي الدنيا كبيرة. حسبالي الدنيا كبيرة. أساريني طلعت غلطان. أساريني طلعت غلطان. طلعت هي هالقدوتها. طلعت هي. شلون راح اسوي هالقدوتها؟ انا اسوي لك اياها بس لحنها. طلعت هي هالقدوتها. سميتك ضلعي. سميتك. لا تطلي كامله. شنو اقول لك؟ سميتك ضلعي. هاي تلحنت. تطلي كامله ضلعي. سميتك ضلعي. حسبالي اخويا اثاريني صدق ندمان. اكتب ياها بورقه هاي كابت الطويله. سميتك ضلعي. طلعت اخويا اثاريني كنت غلطان. سميتك ضلعي. طلعت اخويا اثاريني كنت غلطان. طلعت غلطان مو كنت. اثاريني كنت غلطان. طلعت؟ لا كنت. اثاريني طلعت غلطان. طلعت لو كنت. كنت تاهت عادي ماكو كلمه. كنت من يوم اقول انسى. كنت من يوم اقول انسى. اثاري طلعت ذاكرتي قويه. كاتب شو قصيدتك بس تتخيل. اثاري طلعت غلطان. اثاري كنت ندمان. اثاري قويه. ما اقدر اريد اعتذر. شفت الدنيا وايد غيره. شاعر كمل شاعر. ما تتحمل. شفت الدنيا وايد غيره. اثاريني كنت غلطان. حسبالي. وقف. وين اصبعك بعيني؟ هذا هلا؟ تشبس هلا؟ اسحب. رامي. تشبس رامي؟ بربكم اكو تشبس اسمه رامي؟ هذا. اكو تشبس اسمه رامي؟ وعلي ايدي على قلب بس لا تقول هلا لان هو نفس الهلا. عينا. يا رب. تدغدغ. تدغدغ. دغدغك الدغدغ اليوم. جيب ايدك. شو سوي؟ جيب ايدك. طباخ نقارك العصفور وطاك. هاي تكنس. شوف التفاهة. هاي تخبز. هاي تعجن. هاي تغسل. هاي تقول دويد. لا خلي تفاهة. قوي. بس خلي تفاهم والله. طفرت. حيوان العيان يسويه انت تسحب لك منه والتجار وحده يناك. ها يتريع مو يتريع؟ تذكرتني والله. تايجر؟ تشتبت بالتايجر؟ زرباب. صدق تحكي يعني تخاف. ايش بي حلقك؟ شباب ترى هذا شباب ترى هذا حلقه يعني بي خلل. تفاح. غلط. انزع ميرندة وبطنهم. لا والله العظيم باع. هاي احمر. هذا مو احمر. هم شافوا احمر لو برتقال. ايش صار بي عمل وان هاني؟ اسحب. تنظروا باربعة. والعباس ما اخوي شو عرفت والله بعد ما صار والله. لك والله ما كنت قصد. لو بتقصد هم مصير زين. خرب بالعلاوي. ونبلل ما يخاف. افتح ايدك. لا بس مو قوي والله. افتح ايدك. شوفهم ايدك. مو قوي. افتح ايدك. الله مو قوي. يلا هاي. الله وش متاخر جاي. يلا افتح ايدك. ليش محضر فيزياء؟ سيدك لا وقع. بعدك فين؟ استاد. استاد. هاي عرب.
هذا نفس طعم هذا ما اعتقد راح يفرق بيناتهن. فرق والله لو داشد واحد ابغى شقه هيك بذبه وضبير. هذا بيستر لو نازك لو هله هذين وضايك فوادري والعفاف تاهت علي يا بشر. هلا والله هله هذا نص الخديث والله. هذا نفس هذا شباب بس هذا ما نريد نحكي لان ننفضح. هم رجاع بيبسي حلو صوت وايد اشرب نرسم يا علي انت شوف انت تعطيني ها ارسم هذا اياه فوق افرع ايدك لي فوق جوه نجحتي تيالو هذا انت شنو الله يستر هذا لون البل يعني اصفر هذا لون البل اصفر يعني سينارك انا خايف من التايجر والله العظيم خايف من التايجر وتعال شوف يا تايجر هذا المهم هسه جوابك صح تايجر بس يا تايجر منهن الصغير لو كبير خراخ البول يريد جك وحشو العالم انا خايف من التايجر يلا استاذ وين حودي لازم اشربك شربه كله خلص يلا طالع ولا فيش والله خلصه كله طاقه على روحه وين صارت بي رعشه صارت بي رعشه هذا كبير والله ها كبير غلط لا كبير الكعب هذا ستشوفه اخو بالكاميرا نظف بيك القاع انت وسطك مسح اليوم مسح بيك القاع لا اهم شيء تعال تعول شنو هو تعول علاء بس اوقف بس تعال قاع وسخه اوقف قاع وسخه امسح بيك القاع امسح بيك لك علاء راح ادوخ حدوخ وقع بالقاع عبود شي بسرعه اختفي شلته انت هم كنك ودت بقى شنو تتباوع عليك لا والله ما دابا انا روجي انت هم كنك ضحكتك حيل حلوه هاك اوقف هاك غير ياخذ وين دخل عاد بس سوي حركاتي دا اشوفك شلون تغث هذا شي شي مشروباتك زفره خاف تتفل بيهن خاف القلاص وانت كله نفس القلاص اللي تشرب هو لا ليش تم ريحه المشروب زفر يا ابي شنو جابك البحر الميت هذا ترابي صح؟ ها؟ شب شب والله ترابي 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 فعلا انت علم انت صار علم اه يقرب يصير لك لازم اشيل ده يصنع مشروب مو ده شوف حيسوي لي كوكتيل فانتا وفيرانتا صدق لو سوي لك كوكتيل وانت تقول لي شنو هاي بي بالله كم يلا
بالنا ما اشتي بطل. لا وانت خبطت عليك الله. ما خبطت عبد الله. والله خبطت. ليش تعرف الله؟ خبطت. بيلة خبطت. عمي ذوق ذلك. هذه ذكرتك والله. يلا ديال. خبطت؟ لا. ما بيخبط؟ لا هذا سفن. حلو. سفن شنو؟ سفن عادي لو دايت. انت قلت لي الدايت نفس العادي فشو راح اميز السفن؟ سفن شنو بيبسي؟ سفن دايت؟ سفن اطلع قبل عادي. سفن عادي؟ غلط. شنو محسن؟ لا تتملخ تملخ تتملخ تملخ تتملخ تملخ عرق جيب لي بيره شيء اشرب والله ارد اسكى. جاهز؟ اقول لك ابغى انا راح ابلخك شواني علاب ودا فهمك دا فهمك بس دا فهمك بعد تدري شو بس شو فهمني شو فهمني شو فهمني تحط راسي بوي حار تعال خلنا نضحك نغير الموضوع خلنا نضحك لا انا ما اضحك انا ما اضحك يلا يلا لا 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 يلا بس عاد لا 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 صدق يعني ليش حكيت وجهي صوت الشيبس صوت الشيبس ايه مثلا صوت قطيع ايه تشتم ريحة فتشي يعني شيبس ما ادري شنو يلا يلا على ادوانك اعتقد هذا جبن صح؟ ها؟ جبن هذا جبن ايه وهلا تعال مسك ما يعني اذا يجيب لي جبوسه مسك شنو؟ انت جايبين؟ ادري مسك وعنبر مسك الختام ما دارتهم شنو الوضعية؟ اسحب الله صار لك ثلاث ايام بس اسحب لا تسحب علي والله صرت نظيف كثر ما اسحب تنضرب؟ لا اول مره بحياتي انضرب تنضرب خمس ضربات بالطوبه يلا على كيفك لا واد واديك واحد يلا اضرب ثقيله اوه ليه لا لا رجعتني عليك عم شرف بشرفك على كيف بشرفك هلا خمسه لا اربعه بعد شلون على كيف تعال عليك اوه على على والله تاذيت والله بس والله بس تعال بدل اماكن والله لك شلون هيك تجيب انت يلا بلعي يلا ويلي اشرحي قضية ها شراب الزم بلدول ذا سب شراب خشبي هيدا تشرب التيك اه لا بس عطشان شوي لا لا عليك الله سويت لا جدي والله كش ما سويت شربت والله شربت هاي قدام المشاهدين هاي الصفلة تجي لي مال جلاكسي هاي صفلة مال دوز مالتك مال دوز بطلة هذا علاوي بيبسي انت شنو زمان يعني لك انت شنو انت تريد تحكي انت عايش انت غبي لك انت عايش دابي لك والله ما اعرف انت شنو انت زمان يلا هاي شبيكم اسحب هاي شبيكم تسحب هاي شبيكم انت لو حاط لها الورقه هنا غير يصير هاي شبيكم تمثل دور تمثل دور المخبل عيني ترى صار لي خمس ايام من منتظر البضاعه مالتك شو وقت توصل راح مال امك ام البضاعه اخوي انا اقول لك اني مدى اقدر الحمولة يعني شنو معنى ما احصل لي شهران عمو اخي ايش بيك انت بس يا غادي الحمولة اي مو داخل لك انا بس اقول لك عم البضاعه اخي والله العظيم واخذ داخل ايش بهمي حمولة عم اخوي انا لسه مدى اقول لك امشي على ابوك يا ابو اخير وحده جاء
يروق لي هذا. هذا ياكل هو اللي ياكل. عيب. شنو؟ بللها بحلقه؟ ودعتك ما مبللها، هسه شوفها بالكاميرا. أنا وقع يمكن. جيب ما يرد يكرر من البقيه. هذا تتمه. يلا شنو؟ لا الجبن. صدق؟ وكيري. والله جبن. شوف شنو كيري كيري يا لك خرب شوفك علا وين حاطه شريط عليك العباس لك ميدي والله ما عارف شوفك على كار جديد ها ميدك هاي ايدك مزمك مزمك الصباح يا يا الله جبي ومثلثات غلط حبيبي باتو باتو غلط حبيبي هذا ليز افتح اسحب بس اسحب بس افتح اسحب يلا يلا يا بقت خير وحده يلا اسحب الكلاس يلا رجال برداو تغني اغنيه بالعفاط يلا حبيبي غني الاغنيه بالعفاط وشرط شرط لازم انا اعرفها ايوه بس انت مو تسوي روحك ما تعرفها لازم اعرفها اذا ما تعرفها تظل تعفط اي اذا بس مو تسوي روحك ما تعرفها لا والله عيد 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 بس هو بينه بس وضح لي اياها اكثر وضح لي اياها ما افتهمك اشر لي اشر لي جيب المايك اشر لي انت وقاعد تسوي انت حبي وكل حياتي خلي يولن سميراتي ايه تشلبنا سويت تشليب طشرنا ما طشرنا الوقت يعني لزمنا الوقت يعني تشلبنا قويه ايه قفل 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 قفلنا مفتاح بيها قفل لدق قفلكم يا اهل العباره لحنها بالعفاط لحنها بالعفاط انت عفاط مو عفاط ولا حد نسك يلا كاي ضربة لحن 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 يعني سبا حسن مثلا عشق موت بس تعود على اساس قلتها عشق موت اموت بيك يا الغالي لفت البدر اللي بداخلك ما يخوف يلا يلا بعد بعد وخر وجهك هيك ما اعرف احكي شنو لا لا مبينه والله وايش قلت لك هذا قفل انا شو مسوي للقفل قافله اي انا شنو يعني انا القفل يعني انا قافل اي قافل قافل مشت موت شباب الى هنا انتهت الحلقه اذا عجبتكم سووا لها لايك واذا ما عجبتكم سووا لها ديسلايك ان شاء الله يا رب تكون عجبتكم مو انت طالع بيها انت طالع بيها انت تستبون شو بعد كتل شباب ان شاء الله يا رب تكون عجبتكم حق الافضل الطقطق يا الزرباب دائما يطقطق دائما يحوص دائما يلزم ايده ما تركت ان شاء الله انا انتهت حق عجبتكم سؤال الاخر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته لا والله لا والله يلا كمل بعد شباب لو انها انتهت الحلقه والله بالليل حتى الى هنا وتنتهي حلقه شباب قد غثيت نفسي ايش اريد اعض روحي تعطيني نعال خلاص اضرب روحي بالنعال والله العظيم والله اضرب روحي بالنعال والله لا اضرب روحي بالنعال لا اضرب روحي بالنعال لقفه بالنعال اوكي هاي طلع كل الكس هو قاعد بالقاع يا ابن الكلب علي او طفت اللايت طفت اللايت طفت الكاميرا على ام امك